نور، معظم المنازل ممكن يكون فيها جنينة صغيرة أو جنينة داخلية، وكثير من الأشخاص ما بيعرفوا كيفية استثمار هي المساحات الصغيرة، حتى كيفية استخدامها إن كان بالزراعة أو حتى لنشاطات ضمن البيت. خلينا نتعرف أكثر على كيفية استثمار المساحات الصغيرة من جناين وغيرها، أكيد مع ضيفتنا مهندسة الديكور غنى الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيكي. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خلينا بالبداية نبدأ بالأخطاء الشائعة، يعني بشكل كبير يمكن مشكلة تنسيق البيوت هي مشكلة كتير كبيرة. في كتير من المساحات أساساً بتكون مهملة. الأخطاء الشائعة لهي المساحة المهملة بالبيوت من قبل مثلاً ربة المنزل أو صاحب البيت كيف بتكون؟ هلا دائما نحن دائما في بيقولوا الاخطاء الشائعه هي اكثر شيء لما بيقولوا لك انه البلكون مثلا بيكون عندنا بلكون بالبيت انه ايه ما بيطل على منظر معين او كذا، ممكن انه بيطل على بنايه فبيهملوها، يعني هنا ما لنا سوا مستودع سوا مستودع او بيصير بحطوا فيهم كراكيب فرش كراكيب او صحيح. فانه نحن لا، فينا نخلق جونا نحن بالبلكون حتى لو كان، يعني ممكن بيقول لك نعمل عالمنا لحالنا بدون ما يكون في عندنا فيو يساعدنا لحتى نحن نعمل نقعد فيها او كذا. ففي كثير افكار، وصلنا بوقت انه اكسسوارات البلكونات او الجناين صارت كثيره وصارت متعدده، فلا خلينا نحن نستغل هي الموضوع حتى لو كانت صغيره بامور نحن بنقدر نستعملها لحياتنا اليوميه. اكيد. طيب اوقات كثير في ناس بتحب تحط الزريعه، ولكن حتى حجمها وشكلها وطريقه وضعها ممكن ياثر على المساحه. طبعا في ناس كثير ممكن تحط زريعة كبيرة بزاوية معينة تاخذ كل المساحة، وفي ناس لا بتحب تحط مثلا بس على الدرابزين. خلينا نحكي انه الافضل بالنسبة للمساحات. هلا نحن من كمان نفس الشيء، نحن دائما لما بدنا ندرس حجم الزريعة لازم نكون دارسينها. اول شيء حجم البلكون، يا هو بيساعد، يا مو معقول انا عندي بلكون مثلا متر بمتر حاطه زريعه مثلا اخذه نص المساحه، لا. انا فيني استفيد من المساحه يلي بدي اياها بطريقه حلوه. مثلا انا من الاشخاص اللي بحب مثلا الزريعه اللي متعرفش على الجدران، هذا هو حل كثير مناسب انه يعطيني جو حلو زائد انه عنصر خضار كثير حلو. فانا ممكن احط من على اطراف البلكون زريعه يلي هي مثلا المجنونه او تعربش، تطلع عنا منظر حلو. زائد انه في هلا صار فيها احواض زريعه يلي بتتعلق على الدرابزين، يعني ما عادت هي مثلا هذا البني اللي نحن بنعرفه صحيح مزبوط. ففي صارت الوان واشكال واحجام مختلفه. فانا دائما برجع بقول انه مو معقول انه انا يكون عندي بلكون صغير حط زريعه اكبر منها. اول شيء نحن كشخص ممكن اول 10 دقائق نص ساعه نكون مبسوطين بالقعده، بس بعدين حتبلشي تحسي بغم يعني. فلا نحن نكون كمان دارسين موضوع حجم الزريعة ومكان اللي بده ينحط فيها، وين بده تنحط وشلون وشو شو بتضيف لي على البلكون. هذا اللي بدي اسالك عنه. المساحة دائما عندنا يمكن المساحة بالبيوت الطابقية هي مساحة محدودة، يعني كيف فيني انا فعليا استثمرها لحتى في اخطاء شائعة، لانه ما بيكون في عندك مثل ما قلتي دراسة بتلاقي حابة احط زريعة وخلص. لا، والمساحة الطابقية ما عندي مساحة واسعة، بس ممكن من زاوية صغيرة فعلا انا استثمر. لو ما عندي حديقة او لو ما عندي جنينة اعمل زاوية خاصة لإلي واستثمر بطريقة كثير صحيحة. مزبوط 100% هذا الحكي. وبظن نحن كمان صرنا، يعني إضافة على هذا الحكي اللي كنت عم بحكي، إنه نحن صرنا بوقت إنترنت، يعني صرتي أي شيء بيخطر ببالك بتعملي عنه جوجل أو سيرتش عنه، فعم بيطلع لك صار أفكار كثيرة. فلما بتكون عندي مثل ما خبرتيني نور إنه مساحة صغيرة، أول شيء بدي أعرف هي البلكون لو يعني شو الغرفة اللي بتطل عليها، مثلا جلوس أو قعدة نوم مطبخ يلي هو. مثلا ممكن لما بتكون مطبخ انا ممكن افكر اذا انا ما عندي مساحه داخليه جوا المطبخ اني انا اعمل جلسه، فانا ممكن انه مثلا لو كانت صغيره ممكن اعمل رف خشب على 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 الحيط وحط كرسيين وحط قدامي احواض زريعه معلقه، فهي تعطي شيء يخدم المطبخ بلس انه انا اقدر اقعد بجو برا. ثاني شيء مثلا انا اذا بدي مثلا حدا من النوع الاشخاص اللي بتحب تكون مكتبه خارجيه، فأنا ممكن استفيد إنه أنا أعمل جلسة تكون مكتب، إنه أنا أحط مثلاً خشبة وأحط عليها أغراضي ولابتوب وكتب وات إيفر، زائد إنه أنا كمان بكون حاطة كاوتش صغير أو مثلاً شيء قطعة خشبة على الحيط وحاطة عليها مخدات،
فانا هون اخذت مساحه انه انا قعدت فيها، زائد انه انا خدمت المكان اللي انا بدي يعني اللي بدي اشتغل فيه. في كثير امور وفي كثير اساس بترجع لست البيت، هي شو حابه توظف البلكون او شو حابه يكون لشو. تختلف اذا كانت البلكون مقززه يعني منها مفتوحه؟ هلا دائما نحن شو اللي بيختلف بين المقزز واللي ما مقزز، انه هو نحن القعده على الشت بالشتويه. في ناس بتحب تقعد بالشتاء، فهي هي القصة انه مقزز او ماله مقزز، ما بس هو كمساحة، بس هو كمساحة ما بياكل من مساحتي لانه اوريدي معلق على الدرابزي. طيب بهي النسبة كمان في كتير ناس بتقول انا ما بدي اقززه دائما، يعني انا بدي خلي الهواء والهي يفوت بشكل طبيعي، ففي ناس تلجأ مثلا بدل الازاز والحديد والشيء الثابت انه يعملوا مثل البرداية اللي هي البرداية المتحركة او شيء، حتى صار هلأ خشب بيعملوا مثل بواب الخشب القديمة. مدام ممكن هيك شغلات ممكن تكون سهلة وتنعمل بتأثر بالشتاء ولا لا؟ هلا بالشتاء دائما البرادي طبعا قولا واحدا يعني ما بتزبط بالشتاء. بالخشب انا دائما بحاول ادرس لما بيكون بدي مثل ما خبرتيني مثلا نحط رول خشب، طب هل انا في عندي سقف او ما عندي سقف؟ احيانا بتكون البلكون من فوق ما في سقف، فانا بدي اضطر اني انا اسقف لغطي المكان. بدي اشوف هي ادرس انه هي هل موجوده او ما لها موجوده، اذا ما لها موجوده فانا ما استفدت شيء. اما اذا موجوده فاوكي ممكن تخدم انه موضوع انه غير انه هي موضوع الشتوي انه هي بتحميكي من الشمس، انه انا احيانا بتكون اذا كان البلكون بيدخلها كثير شمس فهي بالبديل انه هي بتفوت حراره. فانا ممكن انا من الاشخاص اللي انا ما بحب يكون في عندي شو، ممكن سكره. فالبرادي والخشب نفس النتيجه، قلت لك نحن ما بدنا نسكر البلكون، لازم نكون عارفين انه نحن نقدر نسكره تماما لانه يكون مسقوف، اذا ما له مسقوف ما بقدر استفاد من ولا شيء. طيب شو هي اذا فينا نقول النباتات المنزليه للزينه اللي بتناسب البيوت الطابقيه المساحات الصغيره، اذا انا فعلا بدي احطها بالبلكون او بالبيت وبنفس الوقت ما بتاخذ مساحه كثير كبيره؟ هلا في كثير، هلا انا المشكله انا مو كثير بحفظ اسماء بس بالاشكال بقدر اعرفهم، بس اهمهم انه الصباره كثير بتعيش، يعني هي الصباره الصغيره القزميه بيقولوا لها كثير بتعيش وبتضلها وبتعطي شكل حلو، زائد انه في عندك بتسحب الطاقه السلبيه. هيك بيقولوا لي هي لازم هلا هي بتختلف، في ناس بتقول بتسحب في ناس بتقول انه بتعطي، فهي بقى على حسب. وفي عندك البامبو كثير بتعيش وحجمه صغير يعني ضيق ما بياخذ كثير مساحه، يعني ممكن تحطيه على فازه، ممكن تحطيها ارضيه، يعني انت بقى وين بتحبي تحطيها. وفي نبات بسموه جلد الافعى، هي كثير كمان كثير حلوه وبتضلها وصغيره كمان مثل ما عم اقول لك حجمها صغير. وفي عندنا تبع الاولوفيرا، يعني طبعا هلا اخر ما توصل الى علم الطب انه هو كثير مفيد للبشره والصبايا. بالضبط، فبتصير بتحطيه منها زينه ومنها كمان نفس الشيء تستفادي منها. ففي كثير انواع كثير كبيره بهذا الموضوع. طيب خلينا نحكي كمان اليوم عن يعني حكينا عن البرندات، بس نحكي شوي عن الحديقة المنزلية الصغيرة. في ناس بيوت عربي، في ناس بيكون على الأسطوح بيتهم أصلا وعندهم حديقة ممكن يستفيدوا منها ويستثمروها كمساحة. أنا من الأشخاص اللي متمنى يجيني هيك تبع إنه أعملي حديقة على الأسطوح، بحس المجال كتير مفتوح قدامي، مساحة كبيرة فيكي تعملي شغلات مخيفة. يعني أنا مثلا من الأشخاص يلي بحب إنه أنا أعمل مثلا قاعدة خشب مع إنه زينة مع كتير بصير وفكرة صرنا نشوفها هلا في كتير ناس اللي هي بيوتها آخر طابق صارت تستثمر خليني أقول الأسطوح تبع هذا البيت إذا هي بتملكه بإنه هي تعمل قاعدة كاملة. يعني كتير شغلات بتصير، مثلا ممكن أعمل قاعدة مثلا لأولاد صغار، ممكن أنا أعمل قاعدة، طبعا هي بترجع لعدد الأفراد العيلة، زاد إنه أنا ممكن أعمل قاعدة خشبية، ممكن حتى اني انا ازز اذا كان في امكانيه اني انا ازز الاسطوح، وممكن اعمل جلسه تلفزيون وكاوتش و زائد انه مثلا في منهم احيانا بيقولوا لك نحن بنحب نلعب شده مثلا او بنحب ما يكون مثلا تجمعات جوا البيت، فبيستثمروا الموضوع بالاسطوح او بالحدائق الخارجيه، بيعملوا لهم سكشن لحاله مثل بيقولوا لك بخدم موضوع الضيوف والقعده و في كثير بيقولوا لك على حسب المساحه. انا قالوا لي اعطوني مساحه وقول لهم شو بدكم بعملكم، بس في
يستثمر منا جانب الزراعه المنزليه اليوم؟ طبعا اكيد في جزء كبير عم تتوجه لهيدا الموضوع، ففيني استثمره، لانه كمان صعبه لما نقول زراعه منزليه، بس لما يكون في عندك مساحه بالاسطوع فيني استغلها. هلا اغلب اصلا من ايام جدودنا هن لما بيقولوا مزرعه او فيلا او او او, أو حديقه، فانت دائما من ايام زمان هن عندهم الاستثمار، لانه دائما بيقولوا لك بيحبوا ياكلوا من الشجره على البيت. ففي كثير كمان ترجع لنوعيه التربه زائد لنوعيه المناخ اللي موجود فيها المكان. مو معقول مثلا شيء صيفي بس تنصحي فيها يعني طبعا كمهندسة أكيد. إنه ما في احلى يعني انا بصراحه من الاشخاص اللي بيحب انه يعيش الطبيعه بكل احجامه وبكل اماكنه وبكل اشكاله. فطبعا اكيد يعني لما بيكون صاحح لي اني انا اعمل مثلا نبته او ممكن تعطيني فائده الا طبعا اكيد ما على الاوضاع الاقتصاديه مهمه هي كلياتنا نستثمرها عن جد. خلص بدك خبريني. طيب خلينا نحكي كمان اليوم، هل في بعض الانواع خليني اقول الاستثمارات ممكن تاثر؟ يعني انا اليوم في شيء معين ما لازم اعمله على الاسطوح لحتى ما ياثر على خليني اقول على بنية البيت اللي تحت، لانه نحن مثلا بنعرف بالبناية اذا حدا بيطف عنده شيء بالحمام بيتأثر تماماً بيتأثر البيت اللي تحته والجدران اللي تحته، فما بالك اذا واحد يعمل حديقة او يعمل شيء، هل في اساسات معينة لازم يساويها احتياطات؟ هلا طبعا اكيد في احتياطات اولية، وهي اول شغلة بنصح فيها انه نحن لازم نعزل ان كان فيه مي، لانه انت اذا حطيتي فيها نبتات زريعه لا سمح الله النبته بتكون مثلا ممكن الحوض يلي محطوط فيه مو معزول بطريقه صح، ممكن يسرب مي، اذا سرب مي على السطح فسرب مي لتحت. فاذا ما عزلت سطحي مثلا بقول لك انا دائما بقول انه انا بعزل برجع بحط مثلا ماده بلاط او شو هي الخشب حجر whatever، فانا برجع بعزل مره ثانيه وبمد ماده ايبوكسي. انا دائما الايبوكسي بالنسبه لي هو عازل كامل، ما صار من فوق مستحيل ينزل لتحت مستحيل. فأنت بتكوني سكرتيها بعدة طبقات وما رح ينزل. فدائما لازم أنا أنتبه على موضوع تركيب المياه كيف بده يصير إذا فيه بدي ركب. هي مشكلة شائعة يعني بنشوفها بشكل كتير كبير طبيعي. وهي للأسف يمكن توفير بعض المال بيوقعك بمشاكل أصعب ترجع بتتكلفي من أول وجديد، وهي نقطة مهمة يعني عم نشوفها بالبيوت الحديثة في مشاكل. بيقول لك متعهد أخذ البيت أو مهندس، أنا قلت له هي التكلفة فشل من هون شوي من هون شوي، بعدين بعد فترة أنا بحس فيها مصر. وهي من الأسباب يعني من المشاكل الشائعة بشكل كتير كبير. هلا هي أنا كتير بعاني منها يعني أنا أحيانا من إحدى نكون نحن دائما بحس حالي قاعدة معكم قاعدة صبحية يعني. أنا أحيانا بيجيني بيوت بتطلع فيها دائما اللي بيقولوا لك السواد هو اهم من الـ التاتشات النهائيه. اذا انا ما اسست سوادي او تمديداتي تكون مرتبه وثقيله فانا رح ارجع بعد فتره اخسر كل شيء عملته. انا في من احدى البيوت يلي انا هلا عم عالج منهم صار لي فتره شهرين عم بشتغل بالبيت، لانه هو من الاساس مؤسس بطريقه كثير غلط، سرب مي لتحت عند الجيران، زائد انه هو شو ما عم تعملي عم بيطلع لبرا. فانا لا اضطريت بهي اللحظه اني انا ارجع فك كل شيء وارجع بلش كاني هذا الاصعب بيت على العظم. ودائما لما بتاخدي بيت بتعدلي فيه اصعب من ما بتستني بيت من الزيرو. فكتير هي مأهملين فيها من قبل وما زالت مستمرة. هذا إهمال ولا المهندس حرامي بيكون؟ شو؟ إهمال ولا بيكون المهندس حرامي؟ هلأ أحياناً شوفي حقلك شغلة، أنا دائماً بقول له أنا بكون معه صريحة بقول له أنا لو بدي تدفع يعني مثل بقول له خذ من اللي بدك تعطيني إياه ظبط فيه أساسك، ولا بيوم من الأيام تقول لي الله لا يوفقه عمل لي كذا. صحيح. فأنا يعني هي بقى بترجع لموضوع الضمير بقى. صحيح. أكيد. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك أكيد على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لكم وبشكرك فيكم وصباح الخير وإن شاء الله يومكم يكون كثير حلو. شكرا لك المهندسة غنى الخير، بتمنى لك التوفيق، بدنا نقول لك ألف مبروك كمان على الخطوبة. حبيبتي الله يبارك فيك. وشكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك.